السلام عليكم ورحمة الله. احتاج خيط مكرمية مصري. وإبرة مقاس 6.5. وحلقة سهلة الفتح ويد للشنطة. واحتاج سوستة عظم مقاس 20. هعمل 40 سلسلة وهبتدي اقفلهم بالطريقة دي، وهقيسهم مقاس السوستة الاول، هقيس مقاس السوستة هلاقيها نفس مقاس عدد الغرز اللي انا عملتها، لان لازم تبقى فتحة الشنطة مظبوطة على قد السوستة. هقفلهم طبعا. دي عقدة البداية بتاعت السلسلة، فطبعا هتدخل بالعافية شوية. وهبتدي اعلم مكان اللي انا هبتدي منه، وهعمل غرز حشو في كل سلسلة. هعمل غرزة حشو عملتهم. طبعا انا عاملاها 20 سنتي عشان لما انا بشتغل غرز الحشو المقاس بيقل شوية. ودلوقتي هقفل السطر عند مكان الماركر، هقفل بغرزة واحدة منزلقة وبعد كده هرتفع سلسلة وابتدي اكمل بقية الشغل بغرز الحشو. طبعا انا بدخل تحت الغرزتين دول عشان ما ادخلش في حرف الفي. وابتدي احط المارك واكمل.
هكمل بنفس الطريقة. وأنا عملت الشنطة، طبعا هنا أنا متحكمة بمقاس السوستة 19 سنتي، وهنا 19 سنتي. السوستة 20 بس فيها زيادة من الجنبين لازم أشيلهم، وهنا 19 وهبتدي ان انا اقفل جزء من الشنطة، الجزء اللي هو اللي انا انتهيت عنده. هقلب الشنطة وهقفل بغرز منزلقة، هطلع الخيط. طبعا لازم اساوي النص، يعني اساوي الشنطة بالظبط. لازم اسويها واقفل بغرز منزلقة. هدخل في الغرزتين اللي من جوه، يعني اللي في النص، عشان ما تبمجي اقلب الشنطة ما لقيش فيها حروف، او ما يبقاش نهاية الشنطة مدببة. عشان كده بقفل في الغرزتين دول، لان ممكن اعمل اللي هما من بره وهلاقي فيه جزء مدبب في الشنطة، فأنا عايزاها تبقى واخدة دوران شوية وهي مقفولة. وطبعا قفلت بإبرة مقاس أصغر شوية عشان ما تبقاش الغرز واسعة. ودلوقتي انا خلصت بعد ما نضفت الخيط الزيادة، وهقلب الشنطة تاني. طبعا افردها كويس من تحت، يعني احط ايدي وافرد الزوايا بتاعت الشنطة والجوانب. وهبتدي ان انا اجهز الشنطة عشان السوستة. السوستة طبعا احنا قلنا مقاس 20، وانا هنا 19، لان في جوانب في السوستة لازم نعمل حسابها. وابتدي ان انا وسطن الشنطة، لان انا مش المفروض ان انا هركب السوستة وهي معدولة. انا هقلب الشنطة يعني هنا كده بالطول ده، يعني السوستة هتركب بشكل طولي بالشكل ده، عشان كده اسمها شنطة هرم.
لأن هي ليها 4 جهات مثلثة. ابتدي اعلم بالدبابيس، اركب السوسته بالدبابيس الاول عشان تبقى مظبوطه، واعمل سراجه. طبعا برضو السراجه لازم تبقى غرز ضيقه، ولما بركب البطانه بركبها برضو بنفس الطريقه، يعني بركب فيها السوسته الاول وبجيبهم هما الاتنين واركبها في الشنطه بنفس الطريقة. هتركب برضو في البطانة بشكل طولي، وبعد كده تركب في الشنطة. ركبت السوستة، عشان كده بعدت السوستة شوية عن الخيط عشان لما اجي افتح واقفل السوستة ما تشبكش في الخيط، لازم اطلعها برا شوية. ممكن تحطي لوجو في اي مكان انت عايزاه او اي اكسسوار. وهبتدي اركب الحلقة، وهركب اليد، وده شكلها. دخلي ايدك في الحلقة الكبيرة وتمسكيها، وممكن الحلقة الكبيرة تتشال ويتركب حزام، بس لازم نحط حلقة الناحية التانية. بس طبعا هتبقى كروس. السلام عليكم ورحمة الله، وأتمنى يا رب تكون الشنطة عجبتكم.